ونحن في رحاب أشهر عظيمة. أنطلق في حديثي معكم من حديث مروي عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، يقول فيه: افعلوا الخير دهركم، افعلوا الخير دهركم، أي ليكن فعل الخير فعلا دائما مستمرا في كل حياتكم، فليكن دهركم كله فعل خير. فلا يفكر الإنسان في الخير كمحطة من محطات حياته المحدودة، بل يطمح إلى أن يكون عمره وحياته كلها خير. وما أكبر هذا الطموح إذا فكر فيه الإنسان كيف يجعل من حياته كلها خيرا، وكيف يجعل من عمره كله خير. افعلوا الخير دهركم، انطلقوا في رؤية من أجل أن يكون عمركم كله خيرا، أن تكون حياتكم كلها خيرا. وفي هذا الطريق، وإذا أردتم أن تصلوا إلى هذا الهدف، وإذا أردتم أن تحققوا هذه الغاية، أنتم بحاجة إلى معين، إلى وقود، حتى يجعلكم تستطيعون أن تجعلوا الخير متحركاً في كل حياتكم. محتاجين إلى وقود. أين نجد هذا الوقود؟ يقول صلى الله عليه وآله: افعلوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات رحمة الله، وتعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده. أن يكون الخير هدفك في الحياة مشروع كبير، ولكنك لن تستطيع أن تصل إلى أن يكون الخير حاضراً في حياتك من غير اتصال بالله سبحانه وتعالى، ومن غير زاد ورحمة إلهية. ابحثوا عن رحمة الله، ابحثوا عن ذلك الزاد. لا يفكر أن أحد أنه قادر على أن يفعل الخير في الحياة بعيداً عن خط الله سبحانه وتعالى. لا يعتقدن أحد أنه قادر على أن يقيم مشروعه في الحياة بعيداً عن طريق الله سبحانه وتعالى. إذا أردت أن يكون الخير مشروعك في الحياة، لا بد أن تسير على نهج الله. الخير هو ما اختاره الله سبحانه وتعالى، ما أعطاه في طريقه. لعل كل منا أيها الأحبة في كل مساحة من مساحات حياته الخاصة أو العامة، في بعد شخصي أو أسري أو اجتماعي أو ثقافي أو فكري أو غير ذلك، يريد أن يؤسس مشروعه في الحياة. هذا الطفل، هذا الشاب، وهو الآن في انطلاقته من أجل أن يرسم مشروعه في الحياة، كيف يجعل ويؤسس هذا المشروع؟ لا يمكن أن يؤسس مشروع على غير نهج الله سبحانه وتعالى. لا تبحث هنا أو هناك، ابحث عن مشروع رسمته السماء، ابحث عن مشروع صاغته يد الوحي، ابحث عن مشروع كتبته
أنامل المرسلين والصالحين من عباد الله، هذا هو المشروع الذي يبني الحياة، ومن غير ذلك لا خير ولا صلاح ولا نفع. وتعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده. وورد أيضا في رواية أخرى: إن لله في أيام دهركم نفحات. الألطاف الإلهية موجودة في كل يوم وفي كل حين وفي كل وقت، وما عليك إلا أن تمد يدك صادقا مخلصا من أجل أن تنال رحمات الله وألطافه الإلهية. ولكن هناك مساحات الألطاف الإلهية لا فيها أكبر، الرحمات الإلهية فيها أوسع، العطاء الإلهي مضاعف. هذه الأيام تعرضوا لها، انتظروها، إن لله في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها، يعني انتظروها، حاولوا أن تحصلوا عليها، لا تفوتكم، ألا فتعرضوا لها. أيها الأحبة، أيها الإخوة، أيها الأخوات، ونحن نستقبل أشهر النور، هذه الأشهر المباركة، شهر رجب، شهر شعبان، وننتظر بكل شوق أن يحل علينا شهر رمضان المبارك. هذه الأشهر فيها من الألطاف الإلهية ما فيها، هي فرصة لا تعوض، وهي محطة سنوية للتزود بالخيرات والبركات الإلهية. هذه الأشهر فيها ثلاث خصائص مهمة، ولذلك تمثل قيمة كبيرة. أولاً، أنها فرصة للعبادة المفتوحة على أوسع أبوابها. أبواب رحمة الله مو محدودة في هذا الشهر، تستطيع أن تحصل على رحمة الله من هذا الباب أو من ذاك الباب، لا، أبواب عديدة فتحها الله سبحانه وتعالى، لا عد ولا حصر لها، من أي باب أردت أن تدخل لتنال رحمة الله فبإمكانك ذلك. أبواب، إن جئت إلى صلاة، إن جئت إلى صيام، إن جئت إلى قراءة قرآن، إن جئت إلى دعاء، إن جئت إلى تهجد، إن جئت إلى استغفار، إن جئت إلى صدقة، أبواب شرعت في هذا الشهر يستطيع الإنسان أن يختار منها ما يشاء من أجل أن ينال رحمات الله سبحانه وتعالى. فإذا هذه خصوصية أولى، أبواب عديدة، أبواب مفتوحة على مصراعيها كما لا تفتح في بقية أوقات السنة، مفتوحة. الأمر الثاني والخصوصية الثانية في هذه الأشهر أيها الأحبة، أن قيمة العبادة فيها كبيرة. شلون قيمة العبادة كبيرة؟ الثواب مضاعف، الأجر مضاعف، البركات مضاعفة، مو فقط الأبواب، أبواب مفتوحة على مصراعيها في كل هذه المساحات العبادية، وقيمة العبادة كبيرة، يعني قيمة صلاة في هذه الأشهر يضاعف ثوابها عن صلاة في غيرها من الأشهر، قيمة صيام في هذه الأشهر مضاعف عن الصيام في غيرها من الأشهر، قراءة القرآن آية تقرأها في هذه الأشهر، قيمة قراءة الآية في هذه الأشهر مضاعفة على غيرها من الأوقات. فأولا، أبواب واسعة لا عد ولا حصر لها. ثانيا، قيمة العبادة قيمة كبيرة،
مقيمة محدودة. ثالثاً الآثار والبركات والنتائج كبيرة، مو فقط قيمة العبادة كبيرة، آثار العبادة ونتائجها وبركاتها كبيرة، سواء على الفرد أو على المجتمع. يعني الله سبحانه وتعالى بالإضافة إلى ما يعطيه من ثواب وأجر على العبادة والصلاة والصيام والدعاء وقراءة القرآن والتسبيح والتهجد وغيرها، فإن لها من الآثار والبركات على الإنسان في حياته الخاصة والعامة وعلى المجتمع أيضاً كبيرة ومضاعفة. ولا أحسب أيها الأحبة أنكم لا غير ملتفتين إلى هذه النعم الكبيرة في هذه الأشهر، ولكن السؤال المهم أيها الأحبة والذي يحتاج قبل أن تدخل هذه الأشهر المباركة إلى أن نتوقف من أجل أن نسأل أنفسنا هذا السؤال: كيف نستعد، كيف نحصل على هذه البركات، هذه الثمار، وما هي الموانع التي تمنع من استثمار هذه الألطاف الإلهية والبركات الربانية في هذه الأشهر؟ لأنه أيها الأحبة من ما يؤسف له أحياناً أنه تأتي علينا فرص لا تعوض وتمر وتذهب، وإذا بنا نفاجأ: هذا شهر رجب قد أتى، وإذا به قد انتهى، هذا شهر شعبان قد أقبل، وإذا بنا وفي غمضة عين وإذا نرى هذا الشهر قد انتهى. نتشوق إلى شهر رمضان المبارك ونستعد له خير استعداد، وإذا به يبدأ، ثم وإذا بنا نفاجأ وقد حل هلال شهر شوال. لننظر ماذا استفدناه من هذه الأشهر، وإذا بنا نجد ما حصلنا عليه لم يتجاوز الشيء القليل. مهم جدا الإنسان تكون عنده ثروة، أموال طائلة، بس إذا ما كان يعرف كيف يستثمرها تضيع هذه الأموال من غير أن يستفيد منها. الإنسان يكون عنده علم، يكون عنده ثقافة، عنده شهادات، بس إذا أنا ما أعرف كيف أستثمر هذا العلم الذي عندي يذهب هذا العلم هباء منثورا. هذا الشاب عنده طاقة، عنده قدرات، عنده إمكانيات، عنده مؤهلات، كفاءات، إذا ما أعرف كيف أستثمر هذه القدرات والكفاءات والمؤهلات والإمكانيات تروح هباء. لعل أخطر أمر يواجه الإنسان في حياته أن يمتلك نقاط قوة وهو لا يعرف كيف يستثمرها. ولذلك من المهم أيها الأحبة أن نتوقف قبل أن ندخل هذه الأشهر من أجل أن نتعرف كيف نعيش أجواء هذه الأشهر، الأجواء العبادية مع هذه الألطاف الإلهية. مفكرين أيها الأحبة الألطاف الإلهية شلون اللي نحصل عليها في هذه الأشهر، ما هي مقدارها ونوعيتها؟ قاعدين نترسم فكرة عن هذه الأمور. الألطاف والبركات الإلهية في هذه الأشهر خلنا نخليها هكذا أمامنا، يعني كعناوين حتى تحفزنا على أن نهتم ب هذه الفرصة الاستثنائية في حياة الإنسان. الأجر والثواب والعطايا الإلهية في هذا المجال لا عد ولا حصر له،
لا نتحدث عنه، ثواب الأعمال والأجر الكبير من بركات هذه الأشهر والألطاف الإلهية أيها الأحبة، راحة القلب، الاطمئنان الروحي، سكينة النفس، لعلها من أبرز الأمور التي تمثل بركات وألطاف إلهية في هذه الأشهر. إذا عشنا مع العبادة أيها الأحبة حقا وحقيقة نحصل على هذا الأثر الكبير، راحة النفس، سكينة الروح واطمئنان القلب. يعني فلنفكر أيها الأحبة في هذه الكلمة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وآله، حتى نشوف قيمة العبادة حقيقة. حينما يقول أرحنا يا بلال، أرحنا يا بلال، أنت تعيش في حياتك ضغوط كبيرة، وهذه طبيعة الحياة، يعيش الإنسان فيها ضغوط، محن، شدائد، الحياة فيها تقلبات، فيها صعوبات، فيها تحديات، في كل مساحة من مساحات الحياة، صغيرة كانت أو كبيرة. هذه المحن وهذه التحديات لها انعكاساتها النفسية والروحية على الإنسان، تتعب قلب الإنسان، تتعب روح الإنسان، تتعب وجدان الإنسان، شاباً كان، كبيراً، رجلاً، امرأةً، الضغوطات التي يعيشها في كل مساحة من مساحات حياته، في الجانب العلمي، الآن شاب قاعد يدرس في دراسته، في المسار الوظيفي، في المسار الأسري، في المسار الاجتماعي، في هموم الأمة وقضايا الأمة التي يعيش الإنسان فيها حالة من الضغط النفسي والروحي، من المحن والابتلاءات والتحديات الكبيرة والتي قد لا تنقص بل تزداد في كل يوم. أفلا ينهار الإنسان؟ وحق له أن ينهار. وكم يستطيع الإنسان أن يواجه كل هذه الضغوط في حركة الحياة التي لا يرى فيها استقراراً ولا هدوءاً؟ إذا جئت إلى العبادة فإن من أهم أبعادها أن تعطيك ذلك الاستقرار وذلك الهدوء وسكينة النفس إذا ضايقتك الحياة. قف بين يدي ربك ولو للحظات لتتنفس أنفاسا إلهية روحانية، وإذا بك تجد هذه الألطاف تنعكس راحة، هدوءا، سكينة على قلبك ونفسك. إذا عشت ضغوطا في أي مساحة من مساحات حياتك افتح كتاب الله، اقرأ بعض آيات من كتاب الله، سوف تجد راحة النفس والقلب وسكينة الروح. ليجعلك ذلك تنطلق في الحياة كأقوى ما يكون. الذي يعيش مع الصلاة حقيقة لا يعيش اضطرابا،
الذي يعيش مع الصيام ومع الدعاء ومع القرآن حقيقة لا يعيش خوفا، لا يعيش رهبة، لا يعيش انتكاسة في أي مساحة من مساحات الحياة وفي محطات الأمة الكبيرة وفي مآزقها المتوالية، كم نحتاج إلى العبادة لتغرس فينا تلك القوة النفسية والروحية التي تجعلنا نسير ثابت الخطى مرفوع الرأس، لا نعيش اضطرابا ولا قلقا، مؤمنين بأن فوق كل ما يحدث قوة ليس فوقها قوة، وأن إرادة ليس تحكمها إرادة هي القادرة على تغيير مسار الأمور في حياة الإنسان متى ما تمسك بهذه القوة، ومتى ما اعتمد على هذه الإرادة، ومتى ما عاش اللجوء إلى هذه القوة الإلهية الكبيرة. إذن هذه نقطة مهمة أيها الأحبة، ولذلك في الخطوات العملية شلون نترسم، كيف يمكن أن نحقق هذا البعد في حركة العبادة خلال هذه الأشهر. وهذا الإنسان يقدر يتابعها، هو يتابع، يقيم، يشوف، ينظر، يتلمس آثار هذه القضية. العبادة زادتني اطمئنان روحي ونفسي أو لا، ما زادتني؟ إذن في خلل معين لابد أن يعالج. العبادة ومن الألطاف الإلهية أيها الأحبة في هذه الأشهر، العبادة سبب أساسي للاستقامة على طريق الله وتثبيت خط الإيمان في الأرض. هذا ترى من أكبر الألطاف الإلهية، اللي يعيش مع العبادة يعيش استقامة في حركة الحياة، ما يعيش انحراف. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذا مشروع، مشروع الصلاة ومشروع صناعة الإنسان المستقيم، وهكذا الصيام، وهكذا الدعاء، وهكذا الاستغفار، وهكذا التسبيح، وهكذا التهجد، كلها مشاريع من أجل صناعة الإنسان المستقيم. ولذلك إذا أردنا أن نستثمر هذه الأشهر في حركة عبادة منتجة، فلنترسم آثارها في استقامتنا على طريق الله سبحانه وتعالى. صلاة لا تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر ليست بصلاة. صيام يعيش معه الإنسان الجوع والعطش، ولكنه لا يخلق في نفسه الرادع عن ارتكاب المحرمات، لا قيمة لهذا الصيام. ولذلك هذا درس، احنا الآن جايين مستعدين متهيئين لأن ندخل في هذه الأشهر. لا نفكر أيها الأحبة في الكم، ولا نفكر في المقدار الكبير من الطاعات التي يمكن أن نحصل عليها أو نتعاطى معها، بقدر ما ننظر إلى النتائج، بركات هذه الألطاف الإلهية خلال هذه الأشهر، تثبيت خط الإيمان في الأرض. الصلاة إذا أقيمت هذا تشييد للمشروع الإلهي في الأرض، توفيقات إلهية في كل مساحات حياة الإنسان، استجابة الدعاء، البركات والخيرات في الرزق، في غيرها من مساحات الصحة، بعد هذه بعد ما نتكلم عنها، بعد كلها بركات وخيرات، دفع البلاءات والمحن والشدائد من بركات هذه الأشهر والألطاف الإلهية.
ودعوني أيها الأحبة أركز على حسب تصوري أحد أهم الألطاف الإلهية في هذه الأشهر، وهو المرتكز في كل ذلك، وهو أن نتوفق لأصل عبادة الله، فإن التوفيق لعبادة الله في حد ذاته يمثل أكبر لطف وأكبر توفيق يحصل عليه الإنسان. دائما نحن أحيانا ننظر إلى العبادة كوسيلة من أجل الوصول إلى نتائج، نريد الصلاة حتى يكون عندنا ماذا؟ يكون عندنا ثواب ونحصل على ثواب، نعيش الصيام حتى نحصل على بركات وآثار الصيام. لا أيها الأحبة، فكروا في الصلاة بما هي صلاة وصلة مع الله سبحانه وتعالى، فكروا في الصيام بما هو صيام، فكروا في التسبيح بما هو تسبيح، فكروا في الاستغفار بما هو استغفار. هذا البعد أيها الأحبة من أكبر الألطاف الإلهية، أن يعيش الإنسان العبادة، فإن من عاش العبادة من أنس بالعبادة. لاحظوا هذه المناجات التي أنصح أحبتي إخواني، مناجات 15 الإمام زين العابدين، كلها مناجات رائعة قيمة، كل واحدة من هذه المناجات فيها الدروس الكبيرة في هالأشهر. لو نجعل عندنا برنامج أن نركز على هذه المناجات 15 للإمام زين العابدين، ركز عليها، نأخذ كل مناجات مناجات نقراها بعمق، نتفكر فيها، نشوف مضامينها، ونحاول أن نستذوق ما فيها من معاني روحانية كبيرة. جربوا أيها الأحبة، إخواني، أبنائي، أخواتي، المناجات 15 خلنا نخليها في برنامجنا في هذا الشهر، هذه الأشهر، نقراها في كل يوم، كل يومين نقرأ مناجات نركز عليها. في إحدى المناجات، مناجات المحبين، يقول الإمام زين العابدين عليه السلام في هذه المناجات: إلهي، من ذا الذي ذاق حلاوة محبتك فرام منك بدلا، ومن ذا الذي أنس بقربك فابتغى عنك حولا. نقدر شوي ننطلق إلى آفاق هذه الكلمات، أن نعمل على أن نذوق طعم محبة الله سبحانه وتعالى، طعم العبادة، فلنستذوق العبادة، فلنعشق العبادة. عندما تصلي اعشق هذه الصلاة، عندما تقبل على الصلاة اقبل عليها إقبال العاشق على المعشوق. لما أريد أصلي أقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، خل أنطلق بكل حب، بكل عشق، بكل انجذاب، بكل لهفة. ليست قليلة هذه الكلمة عندما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: أرحنا يا بلال، ننتظر بكل شوق، متى يأتي وقت الصلاة حتى نقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، نقبل عليها بشوق، بحب، بعشق، ونعمل على استذواقها، نستذوق العبادة. لا تصير عبادتنا جافة، لا تصير عبادتنا عبادة شكلية لا طراوة فيها، لا، فلنستذوقها. وأنت في الصلاة
ترى الصلاة ما هي أيها الأحبة، لو نروح نشوف الصلاة ما هي، الصلاة من أولها إلى آخرها كلها ذكر لله سبحانه وتعالى، كلها ذكر لله، كلها تسبيح وتقديس لله سبحانه وتعالى، من أول كلمة في الصلاة وافتتاح الله أكبر إلى آخرها كلها تقديس وذكر لله وحمد وثناء لله سبحانه وتعالى. إلهي من ذا الذي ذاق حلاوة محبتك فرام منك بدلا، ومن ذا الذي أنس بقربك فابتغى عنك حولا. ثم يقول الإمام: إلهي فاجعلنا ممن اصطفيته لقربك وولايتك، وأخلصته لودك ومحبتك، وشوقته إلى لقائك، وخصصته بمعرفتك، وأهلته لعبادتك. نحتاج نفكر شلون نكون مع العبادة، وما هي المعوقات. سوف أذكر إشارات مجرد من أجل أن إحنا نفكر في هذا الأمر، وكل منا يستطيع هو بحد بنفسه أن يفكر في هذه القضايا. ليش إحنا نجلس الآن قبل شهر رجب نتكلم في هذا الموضوع؟ ما أهمية الحديث في هذا الموضوع؟ في ثلاث أمور مهمة نخليها في بالنا أيها الإخوة أيها الأخوات. أولاً، نحن نريد من هذا الحديث أن نعالج الخلل والقصور في فهم حقيقة العبادة. أحياناً يصير عندنا خلل وقصور في فهم حقيقة العبادة. كيف نصل إلى فهم جوهر العبادة؟ ما هو جوهر العبادة؟ نروح شوي شوي نبحث نبحث نبحث، نشوف أن العبادة الحقيقية هي عبادة ماذا؟ عبادة العقل، عبادة القلب، مو هي العبادة مجرد حركة جوارح. العبودية الحقيقية لله هي أن يكون عبد عقلك عبدا لله سبحانه وتعالى، أن يكون قلبك عبدا لله سبحانه وتعالى. العبادة التي توصل إلى المستوى هي عبادة حقيقية. هل العبادة أيها الأحبة رق للإنسان ليعيش العبودية لله سبحانه وتعالى؟ اليوم ترى في محاولة لتشويه صورة العبادة، وأن العبودية هي رق للإنسان، العبودية هي عتق له، ليست رقا للإنسان. الذي يعيش العبودية الحقة لله هو الذي يعيش قمة التحرر وقمة الانعتاق. أبدا هو ليس رق وليس عبد، هو في أعلى درجات الحرية، لأنه استطاع أن يتحرر من كل القيود التي تقيد عقله، والتي تقيد روحه، والتي تقيد نفسه، والتي تقيد حركته. العبودية انعتاق وليست استرقاق. اثنين، نريد أيها الأحبة أن نعالج الخلل في فهم أبعاد العبادة، وهذا مهم أيضا في هذه الأشهر. البعض قد يرى العبادة في مفهومها المحدود. نريد أن نقول أن العبادة لها مفهوم أوسع، كل فعل نوى فيه الإنسان القربة إلى الله سبحانه وتعالى فهو عبادة. العبادة مو محصورة في هذه المساحات العبادية المحدودة. العبادة مفهوم شامل يتسع لكل مساحة حركة الإنسان. خدمة الناس عبادة من أفضل العبادات.
البعض يتصور يقول هاي الأشهر الثلاثة سوف نقضيها في صلاة وصيام وتسبيح واستغفار وتهجد وغير ذلك. نعم هذا له موقعه الكبير، هاي الأعمال لها موقعيتها الكبيرة في هذه الأشهر، ولكن العبادة أيضا لها مساحات ضروري تتحرك أيها الأحبة. عندما نعيش خدمة الناس في كل مجال من المجالات التطوعية التي نعمل فيها في كل موقع يحتاج المجتمع فيه إلى جهدي وإلى عطائي وإلى خدمتي، هذا من أكبر العبادات. قضاء حاجة المؤمن أفضل من حجة وحجة، الإمام يقول حجة وحجة وحجة إلى أن وصل إلى 10 حجات، أو حديث عن قضاء حاجة المؤمن خير من صيام شهر. يريد الأئمة سلام الله عليهم يفتحوا آفاقنا أن هذه عبادة أيضا، مو العبادة فقط أنا أجلس في مسجد وفي صلاة وعلى مصلى، هاي عبادة مهمة. إصلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام، أن نعمل على معالجة مشاكلنا الاجتماعية، هذا جزء أساسي من حركة الطاعة والعبادة. خلافات، مشاكل، حساسيات أسرية اجتماعية، أن يعمل الإنسان في هذا المجال، هذه عبادة كبيرة نقدر خلال هذه الأشهر نحركها كمفردة من مفردات العبادة التي نسعى إليها. الكلمة الناصحة والهادية، الإرشاد عبادة، الكلمة الطيبة صدقة، كلمة عندك علم نافع تقدر تفيد الناس فيه تحرك، عندك جهد إعلامي، عندك وسيلة إعلامية تستطيع من خلالها أن توصل كلمة الهدى والحق إلى غيرك، انطلق. هذا شهر المبادرة إلى فعل الخير، هذه أشهر المبادرة، تبادر إلى ربك، تبادر إلى نفسك، تبادر إلى مجتمعك، هذه أشهر المبادرة. كيف نخلق أنفسنا حالة المبادرة، أن نكون مبادرين، هذه العبادة في مفهومها الشامل. العبادة أيضا نريد نقترب من فكرة كيف نستطيع أن نبلور العبادة في إطارها العملي، كيف نستطيع أن ننطلق في العبادة إلى أن تصل إلى مرحلة الفاعلية والعطاء، بحيث تنطلق بالإنسان في إطار حراك فاعل ومؤثر ومغير ومنتج، بحيث ننتقل من الظاهر والشكل إلى الباطن والعمق. ولكي تكون العبادة ليست مجرد حركة جوارح بل حركة جوانح، العبادة كيف تكون عبادة متحركة، هذا أيضا جانب من الخلل اللي نريد نعالجه. كيف تكون حقيقة عبدا لله سبحانه وتعالى، وكيف لا تكون عبدا لغيره. الإمام الباقر عليه السلام يقول من أصغى إلى ناطق فقد عبده، هي عبودية، كيف أدعي أنني عبد لله سبحانه وتعالى وأنا أصغي وأتبع وأؤمن وأتمر بقولي وبمنهجي وبخطي غير الله سبحانه وتعالى. طبعا الحديث يستدل به الفقهاء في مسألة الغناء وحرمة الغناء، ولكن المفهوم من هذا الحديث مفهوم أوسع، الإصغاء ليس فقط بمعنى السماع، والناطق ليس بمعنى المتحدث، الناطق كل من يطرح، كل من عنده منهج، كل من عنده رؤية،
كل من عنده مشروع، من أصغى، من اتبع، من استمع عمليا، من أطاع، كل صاحب رؤية ومشروع وخط وفكر فقد عبده. فإن كان الناطق يؤدي عن الله عز وجل فقد عبد الله، وإن كان الناطق يؤدي عن الشيطان فقد عبد الشيطان. ولذلك عن الصادق عليه السلام: من أطاع رجلا في معصية الله فقد عبده. يجي الإمام الصادق، أريد من هالحديثين بس حتى نأسس هذه القضية، كيف نجعل من فكرة العبودية مشروع إلهي في حركة الحياة، هنا الأهمية، بحيث لا يبقى مشروع، لا تبقى فكرة العبادة في كل مفرداتها فكرة عبادات متفرقة، صلاة هنا، صيام هناك، حج هنا، زيارة هناك، حركة العبادة مشروع متكامل. إذا جمعنا مفاصلها المختلفة باتساعها وبشموليتها نرى أنها مشروع إلهي في الأرض. الإمام الصادق، خل أختم بهذه النقطة، الإمام الصادق عليه السلام لما سأله أبو بصير عن قول الله سبحانه وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، ما معنى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله؟ فقال الإمام الصادق عليه السلام: أما والله ما دعوهم إلى عبادة أنفسهم. هذين الرهبان والأحبار ما قالوا للناس تعالوا اعبدونا، ولكن أحلوا لهم حراما وحرموا عليهم حلالا فعبدوهم من حيث لا يشعرون. سؤال يسأله كل واحد منا نفسه: أين أنت مع مشروع الله في الأرض؟ فإن كنت في هذا الطريق فأنت تعبد الله، وأما إن كان مشروعك في الحياة هو مشروع الشيطان ومشروع الطرق المنحرفة عن خط الله فأنت تعبد غير الله، أنت ما تعبد الله. أيها الأحبة، كان الحديث يفترض أن ينطلق في جنبة ترتبط بالموانع، أكتفي بهذا المقدار وأذكر فقط هذه الجملة عن الإمام زين العابدين عليه السلام في دعائه الشريف، دعاء المعروف بدعاء أبي حمزة الثمالي، والتي ورد فيها هذه الفقرة: وأنك لا تحتجب عن خلقك إلا أن تحجبهم الأعمال دونك. ترى موانع قبول العبادة والاستفادة من الألطاف الإلهية أيها الأحبة نحن نخلقها، الألطاف الإلهية موجودة، ما تحتاج إلا أن نتحرك من أجل أن نأخذها. وإذا كان هناك مانع من قبول هذه الألطاف، هذا المانع والسد نحن نخلقه ونحن نصنعه، وبأعمالنا نقف حين ذاك لنسأل: أين هي لذة العبادة؟ كيف يجد لذة العبادة من لا يمتنع عن الهوى وعن المعصية؟ وأنك لا تحتجب عن خلقك إلا أن تحجبهم الأعمال دونك. خلنا نفكر في هذه الأشهر، وقبل لا نبدأ حركة بداية هذه الأشهر
نقف وقف التقييم لأنفسنا أين نحن في مسارنا الإيماني. نقف وقف التقييم، وخلى تكون هذه الأشهر هي فرصة للتقييم، نشوف وين جوانب القوة عندنا في حركتنا الإيمانية، وين جوانب الضعف عندنا في حركتنا الإيمانية، ليش إحنا ما محصلين هذه التوفيقات الإلهية، ما هي الموانع التي أنا في حياتي وقد تكون في حياتك وفي حياة الآخر، وشلون أقدر أستفيد من هذه الأشهر ومن هذه الفرصة الاستثنائية من أجل معالجة نقاط الخلل والانطلاق في حركة إيمانية متطورة متقدمة قوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للنهل من فيوضاته ومن رحماته في هذه الأشهر العظيمة المباركة، وأن لا يحرمنا من عطفه ومن رحمته ومن مغفرته. نسأله سبحانه وتعالى بركة هذه الأيام وبركة هذه الليالي، أن يفرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.